بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء في كل مكان أينما كنتم، نجدد لكم التحية من جديد ضمن انطلاقة هذه الأشواط والانطلاقة أيضا شوط الإبكار الخامس في مجموعة أشواط هذا الصباح الجميل للفئة الحقائق من المسافة 3 كيلومترات. نسير في مقدمة هذا الشوط إيجاد نحو المركز الأول، حمود بن محمد بن حمود البلوشي نحو صدارة هذا الشوط. المركز الثاني الوصول من احتفال صير بن سالم بن ناصر المسعودي مع المركز الثاني. المركز الثالث الوصول الآخر والمنطلقة هناك الشهنية خالد بن ناصر الجنوبي مع المركز الثالث. والمركز الرابع القادم الشاهنية طناف بن حمود بن سعيد المحاربي على المركز أيضا الرابع. والمركز الخامس الوصول الآخر من أيضا هناك أمجاد بدر بن ناصر اليابري على المركز أيضا الخامس. هذه الخمسة مراكزنا الأولى المتقدمة نحو صدارة هذه الشوط ونحو المركز الأول، لكن أعود مع المركز الأول اللي انطلقت نحو صدارة الشوط، انطلقت بدأت تباعد عن بقية المشاركين تدريجيا بشعار المسعودي المنطلق مع احتفال الصغير بن سالم أو صقر نعم بن سالم بن ناصر المسعودي. هنا من ينطلق مع المركز الأول نحو صدارة هذا الشوط، يا سلام. المركز الثاني الوصول مع المركز الثاني الشاهنية خالد بن ناصر الجنوبي مع المركز الثاني. المركز الثالث شعار البلوشي معي أيضا هناك انجاز او نعم انجاز حمود بن محمد بن حمود البلوشي مع المركز ايضا الثالث. المركز الرابع المتذقل الشهنية طناه حمود المحاربي. والمركز الخامس هنا الاسماء الجديدة المتدخلة في هذه اللحظات، حاملة رقم 23 القادم الشهني يوسف بن عبد الله المالكي. هذه النتيجة للخمسة المراكز الاولى. وين المسعودي؟ حد يشوف للمسعودي اللي راح مع المركز الأول، انطلق نحو صدارة الشوط، انطلق مع اللائحات الكيلومتر الأخير، انفراد كلي نحو المركز الأول، منطلق نحو الناموس نحو صدارة هذا الشوط. صقر بن سالم المسعودي نحو المركز الأول اللي انطلق نحو الصدارة، احتفال أيضا صقر بن سالم بن ناصر المسعودي اللي راح مع الصدارة مع المركز الأول بدون منافس على الإطلاق. هنا نحو الصدارة هذا الشوط المركز الثاني، الوصول على المركز الثاني، المنطلق على المركز الثاني، يا سلام. هل هناك الجماعة قادمين نحو المراكزنا الأخرى؟ لكن الوصول الآخر والتقدم أيضا من الشهنية يوسف بن عبد الله المالكي على المركز الثاني. المركز الثالث القادم أيضا علاج محمد بن علي العامري على المركز الثالث. المركز الرابع الوصول مع المركز الرابع والانطلاقة أيضا هناك عاملة رقم 11 الهايل علي بن خليفة المسعودي. لكن التحدي الجميل، العرض المثير اللي تابع، ما زال المسعودي نحو القيادة. القدوم الآخر هناك من المالكي يوسف أيضا بن أيضا يوسف المالكي المنطلق في هذه اللحظات، والقادم يوسف بن عبد الله المالكي. لكن أيضا هناك المنطلق على المركز الثاني، الوصول الآخر علاج محمد بن علي العامري. لكن المركز الثالث القادم المنطلق الهائل علي بن خليفة بن سعيد المسعودي نحو المركز الثاني، يا سلام. لكن التحدي الجميل، العامري المسعودي، المسعودي العامري المالكي من الجانب الآخر. حرك اللي بيروح، تابع نحو المركز الأول، الصدارة نحو الصدارة نحو المركز الأول. راح المسعودي إلى العقيد، السلام إلى التحية، أسعد الله صباحك على هذا الأداء الجميل. تهانينا والناموس لمالكي أيضا. هناك حاملة رقم 11 الهائلة علي بن خليفة بن سعيد المسعودي المركز الثاني. كانت هناك أيضا علاج محمد بن علي ودل المبيع علي العامري المركز الثالث، وأيضا المركز الثالث حلقة الخط. والنهاية مع شعار يوسف أيضا بن عبد الله او يوسف بن عبد الله المالكي. وتوقيت الزمن 4 دقائق 36 32 جزء من الثانية هو